everybody, welcome to my channel, Memo Hacks. النهاردة هنعمل مع بعض DIY بسيط وخفيف والجميل. النهاردة هنعمل مع بعض كولاج. انت تعرفكم بالكاركتر بتاعي دي مسز ترولي. مسز ترولي النهاردة هنعمل كولاج على شكل ايه بقى؟ بيرد. شكل بيرد هنعمل على شكل عصفور. اوكي. ف تمنين فتقول لنا الادوات ايه هي؟ هنحتاج ايه ده؟ ده جلو. و مقص. و قلم جاف او قلم رصاص ولون بني او قلم رصاص او قلم ماركر يعني. اي حاجه, اي قلم لونه غامق, جاف, رصاص, ماركر, اي حاجه. تمام. وهنحتاج ورق ملون وكمان مجله قديمه. مجله جديده. دلوقتي اوريكم امثله اللي احنا هنعملها. واحد منهم ده, واحد من اللي احنا هنعملهم زي ما انتم شايفين. هنعمل حاجه كيوت زي ده, وهنعمل كمان واحد كيوت زي ده, وكمان هنعمل واحد كيوت زي ده. مش هنعملهم كلهم, احنا هنعمل يعني بيرد زي دول. تمام, شبههم يعني. وده, ويلا بينا نبدا. يلا يا مسز ترولي. يلا زي ما مسز ترولي قالت لكم. يلا, اول حاجه هتختاروا لون من الورق الساده وتقطعوا منه سايز مربع زي اي سايز انتوا عايزينه. انا قطعت الشكل ده. تمام, كنت مجهزاه يعني. وبعدين تختاروا لون تاني ساده برضو عشان هو ده اللي هيكون البادي, يكون البادي ده. تمام, فقطعوا الشكل اللي انتوا عايزينه. انا قطعت الشكل اوفلي. ممكن تقطعوه مدور, ممكن تقطعوه مربع شويه زي البريز اللي انتوا شفتوه. فانا اخترت ده. وبعدين هنلزق طبعا الاشكال, انا لزقتهم. وبعدين هنجيب اي لون, انا بفضل البينكش ده, وهعمل منه الخدود. تمام, فانا واخد واحد بس دايره صغيره جدا بتعملها على شكل خد. اهي قطعة مدوره جدا صغيره, وهنلزقها دلوقتي هنا. عارفين, بصوا هنا كده, اوريكم مكانها. بصوا زي الحته البينك دي, زي ما تكون خده يعني. دلوقتي احنا هنلزقها بالجلو. كده خلاص لزقناها. تمام, شكلها غريب شوية بس يعني عشان احنا لسه ملزقناها. انا جبتها الجنب شوية. وبعدين دلوقتي هنعمل بطنه, الحتة المدورة دي. تمام, فانا بحبها اجيبها من المجلة على طول, ففتش في المجلة ونشوف احنا عندنا ايه. كل واحد طبعا حسب المجلة اللي معاه. هي دي اللي انا اخترتها, لون اخضر وفي من ورا كلام كده, فلما بحطها الكلام بيبان زي ما يكون ترانسبيرنت شويه زي ما انتم شايفين كده. فهحطها هنا تحت زي دي, زي الحته الجري دي. الجري برده كانت حته ساده في المجله, انا بحبها تكون ساده. فهنلزقها دلوقتي كده هنا من تحت, تحت الخد على طول زي ما انتم شايفين. طبعا دلوقتي لازم نعمل عيونه عشان لازم يشوف. الصوفي في المجله هنا زي ما شايفين مقال كده, فانا هجيب المقال ده وهقطع منه مربع كبير شويه عشان اقدر. تمام, المقال اهو, وهقطع منه دايرتين اكبر من الخدود شويه, وهلزقهم زي ما يكونوا العيون. فانا عينه فيها ابيض واسود وفيها كلام, فلما اجي ادوس عليها باي ماركر, ان شاء الله القلم البني اللي معايا عشان تبقى عيونها بني يعني, هيبقى شكلها كيوت. مسز ترولي نامت. اوبسي اوبسي مسز ترولي, دي فامك مش عارفه تقوم. ماشي, هو عينيها التانية وهلزقهم هنا كده جنب بعض. في واحدة أكبر من التانية, دي حاجة كويسة عارفين ليه؟ عشان تبقى زي مجنونة عصفورة يعني. تمام, فدلوقتي يلا بينا نلزقهم كده هنا زي في المكان اللي انتوا عايزينه علشان فين هو ده عصفوركم. هيبقوا شكلهم حلو قوي. ممكن تعملوا كتير وتخرموه بالخرامه وتدخلوه في خريطه تاني وتعلقوهم في الحيطه كده, هيبقى شكلهم ظريف. يبقى عندكم حته العصافير اللي انتوا عاملاها, فهيبقى شكلها جميل. بعدين نجيب ماركر اسود, انا او بني او اي ماركر انتوا عايزين تعملوا لون عينيها ايه وتعملوا كوره فيها. انا هعملها سودا. بصوا شكلها غريب قوي. بس اخر حاجه, مش اخر حاجه, لسه فاضل حاجه صغيره. بس الحاجه اللي احنا لازم نعملها دلوقتي, مسز ترولي صحيت.
اوكي دلوقتي يا مسس ترولي احنا عملنا الحاجات دي وهي كويسه جدا. اوكي يا مسس ترولي. اوكي ودلوقتي هنعمل من اون ار. عايزاه يكون لونه ايه؟ عايزاه يكون بلو فاتح. مين هنعمله يلا؟ ممكن تعملوه مدور، ممكن تعملوه مدبب، ممكن تعملوه اي حاجه. فيلا بينا نشوف هنعمله ايه. شكلها هاي لكن عينيها مجنجره. يعني ايه مجنجره دي يا مسس ترولي؟ يعني ده كده كلمة على عينيها. ايوه ده ديزاين جديد بيدر موضه. ده موضه؟ اه موضه العصر. على عليها بس يا مسس ترولي شايفين مناخيرها كبيره شويه. بص بص نصغرها كبيره شويه كده كويسه. ممكن بصونا يعني ساعات بس مسافه كده واقوم مدخلاها من جوه بس هي مش هتدخل فهنتزحف فيها كده. شكلها غريب قوي. دلوقتي عشان يبقى شكلها كويس هنحط نخطه في النص. وريني شكلها كده اهي يا مسس ترولي. يا بابا يا بابي دلوقتي نعمل جناحين. احنا هنختار اللون اللي احنا عايزينه. ده هنعمل جناحين. يلا بينا. بصوا جناحين هنقص مربع مستطيل كده كبير شويه زي ده وبعدين هنعمله على شكل دايره. جميل. بس خلاص يا مسس ترولي نامي بقى. نامي وانا هصحيك عليك بعدين بقى مش وقت. بصوا بقى شكلها مدور شويه مش لازم تكون بيرفكت. براكتس هي اللي ميكس بيرفكت. تمام فلازم نعمل براكتس كتير. بعدين هنقصها نصين وبعدين ممكن نعملها كده شكلها كيوت. بصوا حطوا كده هنا واقوم حاطه كبيره عشان في واحده كبيره وواحده صغيره. اوكي وحطها كده جنبي شكلها طلع بره. فهي لما شكلها كبير يبقى مش هتدخل فممكن نصغرها عادي. اوكي شكلها حلو كده هذا دلوقتي كده. بعدين ده طويل فهي ده اللي هيديها شكل. اوه بس طويل قوي ممكن نصغره. بصوا جبت الحته وعملت قطعه صغيره وبعدين مشيت كده على الشكل المدور اللي انا عايزاه يطلع في ايدي وقمت عاملاه لحتى ما طلعت معايا كده نمنم. ماشي ان انا بلزقها حتى انا بلزقها. تمام فده شكل كده ده شكله غريب. دلوقتي نجيب القلم البني. تمام وهنعمل بيه هنرسم شكل رجليها كلنا اكيد عارفينه هنرسمه. تمام هنشوف شكله في الاخر. في حاجه ناقصه نجيب واحد اللي احنا عاملينه نشوف فيه ايه. حاجه ناقصه مفيش اي حاجه. ده شكله هو ده شكل البرد اللي احنا عاملينه. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. وده كان الفيديو بتاع النهارده وارفاي.